أهلا وسهلا فيكم متابعيني وما كنتم. فيديو جديد وحلو ومميز، الوصفة سهلة ولا ألذ ولا أطيب. يلا لنحضرها مع بعض. هي عبارة عن عجينة، أبسط عجينة ممكن تسووها، طحين، مي، ملح، سكر فقط لا غير. نعجن المواد مع بعضها لتتشكل معنا العجينة مثل ما نكون شايفين. طبعا فينا نعجن بالإيد ولا أسهل، بس أنا اختصارا للوقت عجنت بالعجانة. لازم تكون شوي لزجة مثل ما نكون شايفين. هلأ صار وقت التقريص، منقرصها ومساويها على شكل كرات. طبعا ما ننسى ندهن شوي ايدينا او نحط شوي طحين على الصينية وعلى ايدينا شوي لما تلزق معنا. طبعا الوصفة هي فطاير حلزونية محشية، انا حشيتها بالجبن او رح احشيها بالجبن، والحشوة اختيارية مثل ما بدكم. نتركها ترتاح ساعة أقل شيء. كل ما ارتاحت العجين كل ما عطتنا نتائج أفضل. طبعا هلا بنساوي الحشوة. طبعا الحشوة هي مثل ما انتم شايفين تشكيلة من الجبن المتوفر عندكم، ما في مشكلة. بقدونس، وأنا حطيت جبنة كيري وحطيت جبنة موزاريلا. هلأ منبلش. نحن قرصنا العجين مثل ما شفتوا، رح نحطها وقت من نشتغل فيها بالزيت فوق بعضها مثل ما نكون شايفين. طبعا الزيت اختياري، زيت زيتون، زيت مازولا اللي هو المتوفر عندكم، منحطهم فوق بعض وبعدين منبلش ونشتغل. نبدأ بالتشكيل. طبعا منمدها بإيدنا، كتير سهل، ما في داعي لأي شوبك أو لأي شيء. مرينة وطرية بتتشكل مثل ما بدكم، ومنبلش منحشيها مثل ما نكون شايفين بهالشكل، لأنه نحن بدنا نساويها على شكل حلزون. فيكن تحشوها باللحمة، فيكن تحشوها بالسبانخ، أي شي بتحبوه فيكن تحشوها فيه. طبعا أنا تاني يوم زادت عندي شوية حشوة وحشيتها باللحمة وطلعت شي خيالي، بس ما صار عندي فرصة إني صورها. هيك لازم يكون شكلها. طبعا كل ما رققناها اكثر كل ما عطت قرشه اطيب والذ. كونه بدنا نلفها لازم تكون رقيقه مشان ما تعجن وتكون العجينه سميكه، فمنحاول نرقها. وهي بعد ما طلعت من الفرن المحمى مسبقا، بنحطها بالفرن المحمى مسبقا، وهي النتيجة بعد ما انتهينا. طعمتها ولا أطيب ولا ألذ، وسمعتوا صوت القرشة الروعة، لازم تجربوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس.